أقيمت فعاليات مهرجان الطفولة الإبداعي في بغداد برعاية مركز تنمية الإبداع في العراق. هذه الفعاليات، هذا المهرجان تكون من عدة فعاليات ومسابقات وأنشطة. من ضمن هذه المسابقات هي مسابقة الحساب الذهني السريع، ومسابقة الحفظ والتركيز، ومسابقة الرياضيات الذكية. المشاركة كانت واسعة من عدد من المحافظات، وكانت لمحافظة صلاح الدين وجود بارز ومشاركة فاعلة في هذا المهرجان. رفع الأطفال شعار الصحة والتعليم حقان دستوريان، كان هذا هو شعار المهرجان هذا العام، وبالتالي راح يكون تنشئة الأطفال من خلال تطويرهم وتنمية مهاراتهم الإبداعية للمشاركة في الاستحقاقات الدولية القادمة. بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة اختارينا هذه القاعات التدريبية كونها ملائمة لإقامة هكذا مهرجان بسبب تعدد القاعات الموجودة، وكذلك بسبب مناسبتها وكونها تلائم إقامة مثل هكذا مهرجان. طبعا برعاية مركز تنمية الإبداع بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة أقيم اليوم مهرجان الطفولة الإبداع الأول بالعراق، اللي يشارك به من عدة محافظات من كركوك، سامراء، كربلاء وبغداد. شارك به هذا المهرجان حوالي 950 طفل إلى 1000 طفل بعدة أنشطة وفعاليات. من هذه الأنشطة كانت الحساب الذهني السريع لتنشيط الدماغ والرياضة الفكرية.